السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة، حملة طبخينها سوا. مش ناس كتير تعرفها، بالرغم من أنها حملة تخص كل ست بيت مصرية حابة تعمل خلطات جديدة لا يعلى عليها في مطبخها. حملة طبخينها سوا أطلقتها شركة باب الشام، وهي واحدة من أكبر وأهم الشركات في صناعة الأغذية والمشروبات في مصر وفي الشرق الاوسط. قبل ما ادخل في حلقتي النهارده، وقبل ما اتكلم في حوارنا النهارده اللي طبعا مليء من السيدات حابين يسمعوا عنه، احب ارحب بزميلي. اهلا بيك يا استاذ هشام. اهلا بيك يا استاذه مها. اهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم في كل مكان في حلقتنا الجديده. بالظبط زي ما نويت الاستاذه مها، لكن احب انوه ان اغلب الناس فاكرين ان التوابل والبهارات مجرد ان هم بيحلوا طعم الاكل فقط، لكن في حلقتنا النهارده مع ضيوفنا الكرام ان شاء الله هيعرفونا ان التوابل والبهارات كمان بيقوي جهاز المناعه وبيخلوه يقاوم الامراض. قبل ما اخش في موضوعنا، احب ارحب بمدير شركه فيرست فودز الاستاذ اشرف ابراهيم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. والمدير التسويق الشركه الاستاذه سمر محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. ومعانا المفاجأة برضو في البرنامج إن شاء الله كده، معانا المدير مبيعات شركة مشرق لتنمية الأعمال اللي هي العلامة التجارية بتاعتها باب الشام، الأستاذ الفاضل أستاذ عبد السلام شلبي. أهلا وسهلا بحضرتك، نورت البرنامج. أهلا وسهلا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم ضيوفنا اللي مشرفين النهارده في حلقتي. أهلا بك يا أستاذ سمر، أهلا بك يا أستاذ أشرف، أهلا بك يا أستاذ عبد السلام. في الحقيقة أستاذ أشرف، عايزة برضو من حضرتك في بداية حلقتنا كده تكلمني عن التوابل اللي حضرتكو عندكو في شركة باب الشام. مبدئيا أنا كشركة، أنا وكيل شركة مشرق اللي هي صاحبة العلامة التجارية باب الشام في اسكندرية، ومسؤول عن تسويق وبيع المنتجات في الأونلاين من خلال صفحتين خاصين بالشركة بتاعتنا، يعني أكروس مصر كلها. منتجات باب الشام باختصار هي نقدر نقول في توابل سنجل بسيطه قوي للناس كلها عارفاها، اللي هي الفلفل والكمون والشطه والكزبره. في مجموعه اعشاب تعتبر زي ورق اللورا، زي البقدونس، زي الزنجبيل. وفي مجموعه بقى خلطات تعتبر هي دي الحاجه الجديده اللي باب الشام عاملاها، اللي هي عبارة عن توابل لحمة وتوابل فراخ وخلطات مشاوي خطيرة وتوابل مأكولات بحرية وخلطات كبدة وخلطات كبسة. هي دي الحاجات اللي باب الشام قدمتها في مصر بشكل جديد وبشكل سريع، يساعد كل يعني حد مبتدئ في المطبخ ان هو يعمل حاجة بمنتهى السرعة ومنتهى الاحترافية بدون ما يلجأ لأي وصفات أو أي كتب أو أي برنامج يتفرج عليه، مجرد ان هو وانس بس يعني يستخدم التوابل دي أو الخلطات دي. دي هتسهل له مراحل كتير وهتقطع معاه شوط كتير كبير قوي 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 في طريقة عمل الأكل نفسه. أكيد أنا كست بيت طبعا أشهد على كلام حضرتك أن التوابل والخلطات الخاصة بأكلات بتدي طبعا طعم ونكهة كويسة جدا. أنا نسمع عن في شركة عن 7 بهارات. تمام. سوري، ال7 بهارات بتكونهم إزاي وإزاي بيضاف على بعض؟ هو عبارة عن ال7 بهارات حضرتك دول عبارة عن 7 منتجات، عبارة عن الحبهان وجوز الطيب وفلفل أسود وكمون وحبهان ومعاهم 7 بهارات ومعاهم القرنفل. دي تكوينه ال7 بهارات. 7 بهارات دول بيتعاملوا مع بعض في الشركه عن طريق حاجه اسمها بليندنج، بيتحط مع بعض مقاييس معينه وفاليو ادد معينه لكل نوع من الانواع دي، بتدي التوليفه المعينه اللي هي بتدي الطعم والنكهه والريحه الكويسه للاكلات اللي هي بتتحط فيها. طيب استاذة سمر، ال7 بهارات دول المفروض بيتحطوا على الاكلات ايه؟ طيب معلش قبل ما اعرف الاجابه من حضرتك، احب اطلع فاصل بس بسيط وارجع لكم بسرعه. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع استاذة سمر، وسؤالنا كان قولي لي يا استاذة سمر، التوابل ال7 ممكن نضيفهم على الاكلات ايه؟ الحقيقه ان احنا بنضيفهم على كل الاكلات لان هما بيدوا نكهه جميله جدا للاكل. تمام. خاصه اللحمه والفراخ. تمام. وجميع طبعا التسبيكات والخضار. تمام. يعني تقريبا كده هنقول كل الاكل. كل الاكل هو بيدي نكهه
حلوه جدا على كل الاكل. تمام. استاذ عبد السلام، يعني فكره 7 بهارات فكره بالنسبه للناس غريبه في تكوينها. طبعا اكيد طبعا حضرتك مش متخصصك، عايزين نعرف ايه فكرتها، وهل هي فكره غريبه ولا هي فكره ليها افاده كبيره؟ هي مجموعه البهارات اللي موجوده في 7 بهارات كلها بتكمل بعضيها، عشان كده بتدي النكهه دي. يعني لو بصيت حضرتك فيها الجنزبيل والحبهان، اللي فيها جوز الطيب والحبهان والفلفل الاسود والكمون والقرنفل والقرفه، ومعاها الكزبره. المجموعه دي كلها نفس السياق الواحد، فبتدي طعم مميز وبتساعد على ان تحسن كل الاكلات. طب يعني ليه حضرتك مثلا درجات معينه؟ يعني مثلا طبعا كل حاجه بتتحط بنسبه مختلفه عن التانية. يعني عمليه البليندنج دي لما بتحصل في في الشركه، بيبقى الباتش الواحد فيه يعني كميات متفاوته من ديت عشان تدينا الطعم ده. بليند زي، عارف، زي توليفه الشاي لما بتعمل دي توليفه زيها بالظبط كده، عشان تدي الطعم المخصوص المميز بتاع ال7 بهارات دي. كمان في 7 بهارات السوري. ال7 بهارات السوري بتختلف عن 7 بهارات العاديه، ان 7 بهارات السوري فيها نفس الانجريدينتس دي، بس بنشيل الكزبره وبنحط مكانها البابريكا. 7 بهارات السوري دي بتبقى هايله جدا في الفراخ، بتدي طعم هايل جدا، وطبعا معموله عشان خاطر الترند الجديد. انتوا عارفين اللي في البلد دلوقتي، في ناس كتير جدا بتعمل اكلات سوري وكلام من ده، فدي بتساعد معاها جدا. يعني المقادير بيخليها ثابته في النكهه بتاعتها طبعا. يعني عارف هي بتساعد ايه؟ المبتدئين دايما بيبقى ما بتقدرش تظبط الاكل، عارف الناس القديمه اللي هي عندها خبره طبخ جامده جدا ديت، كانت بتقدر تعمل اكل بسمه مميزه اللي بيقول لك لها نفس. يعني تمام. ال7 بهارات دي بتخلي الشباب يعمل ايه؟ يحافظ على النكهه بتاعه الاكل بال7 بهارات دي، بيحطها بتخلي اكلها بنفس المستوى يعني بشكل دائم يعني. طيب استاذ اشرف، منتجات باب الشام هل بيبقى فيها مواد صناعيه؟ لا اطلاقا خالص. منتجات باب الشام الميزه اللي بتميزها عن اي حاجه موجوده من انواع البهارات في السوق ان هي بدون مواد صناعيه وبدون مواد حافظه، هي بيور جدا 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 يعني. تمام. دايما بيقولوا ان المنتجات المغلفه بيكون عليها مواد صناعيه للحفظ، الكلام ده كله، حضرتك واحد من الناس اللي ليهم المنتجات دي بتنفي الكلام ده تماما. تمام تمام تمام. التوابل والبهارات بتقوي جهاز المناعه. طبعا بتقوي جهاز المناعه، بس احنا ما نقدرش نتكلم في الموضوع ده بصفه يعني مستفيضه شويه، ما اقدرش استفيض مع حضرتك فيها، لان انا معيش اي دوكيومنتس او اي حاجه يعني بتثبت الكلام ده، او معيش بحث اقدر اتكلم بيه كصحيا بتعمل ايه او بتقوي مناعه ايه ضد ايه. لكن اقدر اقول ان احنا عندنا يمكن 5 منتجات في انواع البهارات بتاعتنا بتقوي مناعه، زي الكركم والزنجبيل والكمون والبقدونس والثوم. دول انواع يعني اعتقد ان الصفه العامه بتاعتهم او معظم الناس بتعرف ان يعني المقوله تقول ان الحاجات دي بتقوي مناعه، بس نقدر نستفيد في الموضوع ده ببحث او بحاجه تؤيد الكلام ده يعني ما اقدرش اقول الكلام ده، بس احنا بنقول ان هي ال5 منتجات دول بيقوي مناعه. احنا بشكل مبدئي نقدر نقول هي دي برضو معلومه يمكن ناس كتير عارفينها من مشاهدينا، ان التوابل فعلا بتبقى مقويه للجسم عموما. طيب استاذه سمر، كلميني برضو عن اهمال الشعب المصري في موضوع استخدامه للتوابل. انت شايفه ان هو فعلا يعني قليل في استخدام التوابل؟ لا بالعكس جدا. احنا الشعب المصري اصلا اكتر شعب بيحب الاكل والطبخات والمطبخ والوصفات، ودايما بنبحث على الجديد. يعني دايما حابين نعمل اكلات زي اللي بناكلها في المطاعم بره، بس بتكلفه اقل. تمام. عشان كده احنا وفرنا البهارات اللي تقدر تساعد، يعني تخلينا نساعد ستات البيوت ان هم يقدروا يعملوا الاكلات دي. عايزه اقول لك برده ان عندنا في مصر محلات عطاره كبيره جدا واسواق عطاره كبيره جدا، في منها في اسكندريه وفي القاهره، ومعروفه جدا كمان في جميع المحافظات. فلا انا شايفه ان الشعب المصري اكتر شعب مهتم بالطبخ والبهارات. وانا كسيد منزل برضه، لا انا بحب لما اجي اعمل اكل لازم بهارات، بس دايما بحب اجيب الحاجه الموثوق فيها. صح. دايما احب اجيب الحاجه اللي انا عارفه ان هي فعلا بتدي طعم، مش مجرد ان هي اضافات الوان الكلام ده كله. واكيد يعني المنتجات باين عليها، وكمان لما دخلنا على صفحه باب الشام وعلى صفحه ست البيت لقيت الكومنتات او التعليقات للناس المتابعين مع حضراتكم وبياخدوا حاجات او بياخدوا المنتجات من باب الشام بيشكروا فيها قد ايه، وشجعتني انا شخصيا واكيد هشجع ناس كتير الناس تستخدمها. وده برضو اللي احنا حقيقه ان في اضافه يعني عملتها باب الشام اللي هي تخلي الاكل على الطريقه المودرن الحديثه.
تمام. زي موضوع الخلطات ده. انت دلوقتي بقى عندك حاجه خاصه بالفراخ، حاجه خاصه باللحمه، حاجه خاصه بالسمك، حاجه خاصه الدقه. طب الحاجات دي كلها ممكن. بمناسبه بقى حضرتك اللي اتكلمتنا في حاجه مهمه جدا دلوقتي، حضرتك نسمع عن حمله اسمها طبخنا سوا. كلمنا بقى يا استاذ عبد السلام بقى بشكل مفصل يعني اكتر للمشاهدين. واحده من اهم هموم شركه، وهل هي مستمره؟ مشرق لتنميه الاعمال انها دايما عايزه تقابل احتياجات المستهلكين. يعني احنا لقينا طبعا احنا عندنا يعني اكتر من كامبين اتعمل على مدار الفتره اللي فاتت ديت، كلهم لهم علاقه بالمستهلك واحتياجات المستهلك والكلام ده، بس احنا لقينا حاجه خاصه جدا، يعني ازاي نساعد ستات البيوت اللي هم عزيز العهد بالطبخ، اللي هم لسه الصغيرين، ازاي نديهم حاجه بسيطه سهله ونكونوا واقفين في ظهرهم ولقينا رمضان وفي نفس الوقت سريعه وسريعه. فاحنا كنا في رمضان طرحنا الفكره ديت في خلال عباره عن يعني في شات بوت موجود على الفيسبوك، الناس بتخش بنديهم الوصفه وبيخشوا بقى، بيبقى الناس اللي على الشات بوت دي معاهم خطوه بخطوه بحيث انها تتن معاها لحد ما تتمم الطبخه بتاعتها على احسن وجه وبطعم كويس جدا. الكلام ده يعني مش عايز نقول لك ان هو لقى صدى كبير جدا مع مجموعه الشباب ديت، لان انت عارف طبعا اي شابه جديده عايزه تطلع اكل كويس، ورمضان ده ايفنت طبعا كبير جدا. مش شرط والله جديده، احنا برضو انا بقى يعني الحمد لله 18 سنه جواز، ومع ذلك بحب ادور على الجديد دايما، التوابل الجديده في السوق، البهارات اللي زي ما استاذ اشرف وحضرتك بتكلمونا عليها واستاذ سمر اللي بتدي طعم ونكهه، وزي ما حضرتك قلت انا دخلت على البيج وخدت اكله الحواشي، واكيد معانا التوابل وهاخد بعد اذنكم خلطه الحواشي لازم اعملها برضو. حاجه فيها كمان ايه مصطلح بتاع يعني مصطلح جماعي طبخناها سوا بالظبط، يعني فكره جميله. عايزين نقول للناس يا جماعه احنا بندوكم فود سلوشن واحنا في ظهركم في الاكل، لازم توصلوا لاحلى طعم باسهل طريقه في اقصر وقت طب ايه استاذ اشرف، الحمله لسه مستمره برضو ولا ناويين تكملوا رمضان الجاي ولا فات. بس احنا طبعا نجاح الحمله ديت يعني خلانا بنفكر ان احنا ان شاء الله نخليها بقى طول السنه على مدار السنه. احنا دلوقتي يعني جهاز التسويق عندنا بيرتب الموضوع ده بحيث ان يعني دايما نكون مع الناس بقى يعني ايه بالحكايه دي ان شاء الله. تمام. طيب استاذه سمر، منتجات باب الشام نقدر نجيبها ازاي؟ من خلال صفحتنا على الفيسبوك ست البيت واكلتك احلى مع باب الشام. تمام. واحنا كمان بنقدر نوصل المنتجات دي لحد باب البيت، مش بس محافظه اسكندريه والقاهره، جميع المحافظات. يعني مثلا لو حد من المحافظه موجوده في الاسواق الاسكندريه في توصيلات جميع المحافظات، هي نازله محافظه حضرتك اللي على مستوى الجمهوريه، احنا بنقدر نوصل لهم لحد باب البيت بمنتهى السهوله جدا من خلال الصفحتين زي ما انيسه سمر قالت بتوعنا ست البيت واكلتك احلى مع باب الشام. احنا بنتواصل مع كل ست بيت في كل محافظه في مصر. لو ممكن كمان تطلبها اونلاين ممكن ده اونلاين برضه، احنا بنتكلم ان هي بتطلبها اونلاين ممكن عن طريق المنافذ العاديه بقى ديت. احنا عندنا وكلاء في كل انحاء الجمهوريه طبعا الاستاذ اشرف هو الوكيل الحصري لمنطقه اسكندريه، انما احنا عندنا وكلاء في الدلتا وفي الصعيد وفي مدن القناه وفي القاهره، الى جانب بقى طبعا احنا موجودين بشكل كثيف جدا في الهايبر ماركتس اكروس كل الجمهوريه. طيب. فعدد كبير جدا من المنافس. استاذ سمر، عايزين نعرف برضو تاثير الناس بالنسبه للحمله. هي الناس كانت مبسوطه جدا طبعا، لان احنا ساعدناهم بشكل اللي هو احنا كنا معاهم، مش مجرد سؤال واجابه او مش مجرد فيديو، لا احنا كنا معاهم ستيب باي ستيب عن طريق ماهر. كان في مشاركه، دي اجمل حاجه، وكان كمان عن طريق ماهرات طبخ، يعني ما كانتش ناس لسه مبتدئه، والحمد لله الناس مبسوطه جدا منها وان شاء الله نكررها السنه الجايه. طيب استاذ اشرف، في خلطات جديده باب الشام ناوي يقدمها لنا ولا؟ احدث حاجه نازله دلوقتي اللي هي خلطه التشانكي. خلطه التشانكي دي حاجه يعني هتفرقع في مصر كلها ان شاء الله، لان دي بتقدم يعني اسهل طريقه لعمل الفراخ او لطبخ الفراخ بطريقه متداوله في السوق، في بعض المحلات بتقدمها بنفس الكافيه بالظبط، بنفس الحجم، بنفس الطعم، بنفس الريحه، بنفس القرمشه اللي فيها. ويعني برضو يعني اقول لحضرتك يعني اللي يقدر يفيدنا قوي 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 في حته التشانكي دي استاذ عبد السلام، لان هو يعني بقاله سنتين بيحس في الموضوع. احنا اشتغلنا عليها مع مجموعه خبراء اجانب يعني لفتره حوالي 18 شهر تقريبا، لما وصلنا للنتيجه الجيده ديت. الفكره طبعا ان احنا بنعملها بطريقه مبسطه جدا،
بتوفر طبعا كتير للناس، لان احنا ما بنستهلكش فيها البيض خالص، ما بنستعملش البيض فيها. الخلطه ديت في منتهى البساطه بين 3 خطوات ممكن نجهز ونتبل، نعمل تشيك كوتنج اللي بيتعمل ده، يعني نغطي قطعه الفراخ بتاعتنا بطريقه ظريفه، اللي هي ان احنا بنجيب معلقه ونص تقريبا من باودر بتاع الشانك ده، وبنحط عليها حوالي 15 مللي ميه، وبنعمل عجينه مخففه كده بنمرر فيها قطعه الفراخ. بعد كده بيكون عندنا بوت كده فيها شويه ميه وممكن تكون متبله بالملح والفلفل، بنمرر عليها بس الايه قطعه الفراخ اللي بتعصب من العجينه ديت. بعد كده بنرميها في بوله فيها البودر نفسه، وبنبتدي بنتعامل معاها من غير ما نمسكها بايدينا. يعني هتلاقيها تقعد على الباك حاجه كده. كنت لسه اقول لحضرتك، هي كيفيه الاستخدام بتبقى مكتوبه على مكتوب عليها غطسيها بليها نططيها. نططيها دي ليه بقى؟ لانها في البوله احنا ما مش عايزين حد يمسكها بايده، لان الـ 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 لما بتتبصم الفليكس اللي بتعمل اللي هي بتعمل القرمشه ديت، الشكل المميز بتاعه الفراخ المقرمشه ديت بتروح. فعشان كده احنا بنعملها بالشكل ده. بعد كده بتحط في زيت عميق لمده مثلا 7-8 دقائق، بتديكي طبعا نتيجه هايله طبعا، اطعم كمان. يعني الفكره ان انا عايز نخلي الناس تعمل اكل بره جوه بقروش بسيطه خالص وبطريقه بسيطه خالص وفي منتهى السهوله. ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه مع استاذ اشرف بقى، ان اكيد طبعا اكيد الموضوع ده او كل المشاهدين بيفكر فيه وعايزين يسالوه، اللي هو بقى اسعار توابل باب الشام، هل هي مناسبه ولا غاليه؟ لا، اسعار توابل باب الشام تعتبر مناسبه جدا ومش غاليه، لان الاسعار دي تعتبر زي ما قلت لحضرتك في الاول، منتجات باب الشام كلها بيور، فيهاش مواد حافظه، فيهاش مواد صناعيه، فالفاليو ادد بتاع الكميه الصغيره من باب الشام توازي او تعادل كميه اكبر لو كان مع فلفل اسود مثلا، لو اخذنا منه رشه صغيره قوي من باب الشام عشان تدي نفس الحمو في الاكل او نفس الطعم، هنحتاج من البهارات الثانيه ان احنا نحط منها كميه اكبر، كميه اكبر. فالفاليو ادد بتاعت الكميه الصغيره دي تعادل كميه كبيره، فاذا لو قارنا بقى هنا في السعر يبقى هنا السعر لا ما يعتبرش غالي. اسعار باب الشام يعني كويسه جدا، واحنا عندنا يعني 3 طرق ليها، من خلال ملاحات، من خلال اكياس كبيره باحجام كبيره بجرامات اكبر، وعندنا اكياس صغيره جدا نقدر نوصل بيها بسعر زهيد يعني جدا تنوع. لكل الناس تنوع. لكل الناس التنوع جميل، كل جميل. الناس نقدر نوصل لها تنوع جميل. تمام طيب سموره يعني خدنا بقى على بعضينا، قولي لي يا سمر، انت مثلا لما بتيجي تعملي طبخه وبتستخدمي الحاجه المفروض من المنتج هتكون بتلاقي مثلا زي ما استاذ اشرف قال كده مشكورا، الكميه اللي بتستخدميها فعلا بتكون اقل من الكميات المفروض تضاف من اي توابل ثانيه بكتير جدا، يعني كميه صغيره جدا وبتدي نفس الطعم واكتر. تمام، عشان كده كان الاستاذ اشرف بيقول لحضرتك ان عشان هي بيور وهي بتدي الطعم، لان هي ما بيبقاش مضاف عليها حاجه، ما فيهاش اي مخليه تماما من المواد الحافظه. الكواليتي اعلى كواليتي في اي حته في العالم في المنتج ده، يعني استوردوا التوابل يا استاذ عبد السلام، التوابل اغلبها طبعا في جزء كبير جدا مستورد، بس احنا لو في حاجات في مصر احسن بكتير من المستورد. فاحنا بنلاقي السورس بتاعنا لو هو مصري وده الاعلى جوده في العالم بنجيب منه، لو هو مثلا اسباني زي البابريكا دي بنجيب منه، زي الفلفل البرازيلي بنجيب من البرازيل. فعشان كده احنا دايما احنا حريصين ان احنا نحط اعلى جوده موجوده بالمقارنه طبعا باي حد في السوق، يعني او الاستاندر العالمي. يعني يبقى باب الشام دي علامه الجوده، يعني هو ده الايدج اللي احنا بنحاول نشتغل بيه. تمام، يعني احنا عايزين دايما الحاجه تكون فريشنس، تكون يعني طازه نقيه جدا، طعمها حلو قوي، اعلى جوده. اعلى جوده يعني ايه مثلا؟ يعني على سبيل المثال مثلا زي الفلفل الاسود، احنا الكثافه بتاعت الفلفل الاسود اللي عندنا حوالي 54%، يعني تقريبا اي فلفل موجود في السوق حوالي 65% الكثافه بتاعته، 65% من اللي عندنا. عشان كده حتى هتلاقي في مصطلح كده الناس بتقول عليه الفلفل بتاعنا بيعطس. طب بيعطس لان الريحه بتاعته عاليه او النكهه بتاعته جامده جدا. طب استاذ عبد السلام، عايزين نعرف من حضرتك برضو ايه احدث خلطه في باب الشام؟ واحدث خلطه كانت اللي هو تشيكن كوتنج ديت اللي هي التشانكي، انما طبعا قبليها يعني احنا مرينا بمراحل، يعني كل سنه بنقدم حاجه جديده. يعني ابتدينا الاول بالبيزك سبايسز اللي هي البهارات العاديه ديت معاها مجموعه الهيربس. بعد كده الكلام ده كان في 2016، في 2017
قدمنا الخلطات دي، كانت حاجه جديده جدا على السوق المصري، وايه ترند مع الناس اللي ماشيه طبعا الاكلات الجديده والكلام من ده وبتاع. جينا في 2018 قررنا ان احنا نعمل الفورمات الجديده، المقاسات المختلفه، ان احنا نقدم بقى لكل مستهلك اللي هو عايزه يعني على حسب احتياجاته، زي ما اقول لك احنا بنقابل الكونسيومر نيدز او احتياجات المستهلك يعني. فعملنا الباكو الصغير ده للمناطق اللي هي يعني اكثر احتياجا يعني، وعملنا الباكو الملاحه دي لناس معينه. في ناس كتير يعني ممكن سمر تبقى محتاجه الاكياس دي لان هي عندها التوابل، انا عن نفسي ممكن لا انا احتاج العلب، لا احتاج الكاس. احنا بنقابل بقى يعني، بصي الماركتنج ميتنج الكونسيومر نيدز يعني، اي احنا بنحتاج نقابل احتياجات المستهلكين، عشان كده طول الوقت في الدراسه اليوم. وبناء على الدراسه دي احنا في 2019، في نهايه 2019 قدمنا اربع منتجات السوق محتاجهم، ما شاء الله، زي البهارات السوري، سبع بهارات السوري. احنا كان عندنا سبع بهارات ديت، واحده من الحاجات المميزه لشركه باب الشام، فقدمنا سبع بهارات السوري ديت بالخلطه الجديده ديت بالايه، بالتغييره اللي احنا ما فيش كوريندر، شلنا الكزبره وحطينا مكانها البابريكا، وادت النكهه دي وبقت لها للاكلات معينه. طبعا هو سهل على حضرتك ان احنا نقول البهارات مكونه من ايه، لكن الكميات المحدده طبعا صعب جدا ان حد يحددها. الكلام حضرتك يعني وضح لنا ووضح للمشاهدين ان شركه مشرق لتنميه العمل مش ثابته على فكر معين، دايما بتجدد. لا احنا عندنا في طرح جديد، افكار جديده كتيره جدا خلال الفتره اللي جايه دي، هتبقى يعني احنا بنحاول نجيب حاجه جديده على السوق المصري، زي الشانكي ده. الشانكي ده لاول مره بينطرح بالشكل ده في السوق المصري، مفيش زيه، مفيش منتج زيه في مصر. في مجموعه منتجات تانية في خلال الفتره القريبه قوي يعني هتنزل عندنا، كلها تقريبا بنفس الفكر ده، اللي هي تسهل حياه الناس وتديهم نتيجه كويسه بسعر مناسب في وقت مناسب. وزي ما قال الاستاذ عبد السلام، احنا نعتبر في 2019 نزلنا باربع منتجات جداد، سبع بهارات السوري، الزعتر المحوج، حاجه اسمها السماق. السماق دي برضه بيستخدم في ايه بقى؟ عشان بيستخدم في ايه السماق؟ بيستخدم في المشاوي. طب تمام. واستخدم في الاكل السوري عموما كتير يعني، السماق ده هتلاقيه في الاكل السوري موجود بشكل كبير جدا، وطبعا ده ترند موجود في دلوقتي، الناس يعني بتحب تعمل حاجات كده يعني، هو بيدي طعم حمضي شويه في الاكل، ففي الحاجات اللي انت محتاجه لها الطعم الحمضي ده بتضيفي عليها السماق. افكار حضرتك شايفها بالنسبه لنا احنا يعني، انا طبعا كل واحد بينتمي لوطنه يعني، حضرتك بقى منين كلام بالنسبه للبهارات، عايز تقول عن الملوخيه؟ لا بالنسبه للبهارات عندنا بهارات عايزين نسمع زي ايه، زي ما بنسمع سوا بهارات السوريه. انت عارف يعني بتقول لي افكار جميله، احنا يعني برضو عاملين نعمل على يعني فكره احنا كان عندنا كامبين كبيره قوي السنه اللي قبل اللي فاتت في رمضان برضو، كان اسمها اكلك عالمي. كنا بنقدم ريسبي او يعني وصفه لطبخه من اغلب دول العالم يعني، حاجات مغربيه، حاجات من الهند، حاجات من سوريا، من بنجلاديش، مش قدمنا الكلام ده بشكل كويس ليه؟ لان الناس دايما بتحب تغير، عايز التجديد. ويمكن موضوع الطبخ ده دلوقتي ترند كبير جدا ظاهر في السوق في البلد يعني عموما، الناس كلها عايزه تجدد، والشباب الجديد الحلو الصغير ده بيحب الجديد طبعا. فالجديد الحاجات دي اللي احنا بنقدم لهم السوليوشن ده بيساعدهم ان هم يطوروا. انت خلي بالك برضو احنا الاكل القديم ده حلو قوي، انت يمكن لما بتنزل مطعم قديم، في مطاعم تشتغل شغل قديم ده بيبقى بالنسبه لك حاجه هايله جدا. تعرف يا استاذ عبد السلام ان كل حتى كل مصري لما بيسافر بره بيبحث برضه في كل بلد بيسافرها على اكل جديد. بالظبط. طيب استاذ اشرف، برضه بالنسبه لموضوع المنتجات عفوا، لما بيكون في منتج طلع جديد زي ما حضرتك قلت السنه دي اربع منتجات طلعتوها، بتجربوها بمعنى ان مثلا بيكون في شيف يقدر يعمل الاكله ويجرب عليها التوابل والذوق والطعم من خلال صفحه باب الشام الرئيسيه بتاعت الشركه؟ بيبقى في فيديوز كتير نازله مع يعني مش هقدر اقول لك احسن طباخين في مصر وامهر طباخين في مصر، بيعملوا انواع كتير قوي من الاكل باستخدام البهارات الجديده دي، فما بينزلش حاجه بدون ما بينزل قصادها فيديوز او طريقه وصف الحاجه دي بتتعمل في ايه. يعني الزعتر المحوج هتلاقي حضرتك نازل له وصفه في اكله عن الزعتر المحوج، السماق برضو نازل له حاجه، السماق ده بيستخدم في ايه، حط على اكل ايه، بيتكون من ايه، لان اعتقد ان في ناس كتير قوي ممكن مش عارفه يعني ايه السماق وايه فوائده وبيتحط في ايه وبيتعمل في ايه. ده احنا بقى اللي بنحاول نوصله من خلال السوشيال ميديا، من خلال الفيديوز، من خلال صفحاتنا، ان احنا نعرف الناس ده بيستخدم في ايه. الى جانب الشركه برضو عامله حاجه جميله جدا، دي تحسب لشركه باب الشام وانا ما شفتهاش في اي شركه برضو في مصر، ان هي على كل كيس من كيس البهارات دي احنا بنعتبر بندي فيه معلومتين، وصفه الاكله ومعلومه عن المنتج نفسه. يعني لو مسكنا كل كيس من 25 كيس المحطوطين قدامنا دول هنلاقي على الكيس من ورا في مقسوم جزئين،
وصفه في اكله للكيس ده تحط في ايه، وحاجه الثانيه معلومه عن المنتج نفسه ده ايه وتصنيعه ايه وجاي منين وبيشتغل بس فيه. بس مقاديره دي في من ضمن الاسرار الشركه يعني دي الاسرار من ضمن الاسرار الشركه بالظبط. لا المقادير برضو ما نقدرش احنا نقول المقادير دي ايه. لا ما للاسف للاسف يعني وقت حلقتنا خلص، واتمنى ان كل ست بيت مصريه شافتنا النهارده تعرف اهميه التوابل مع اكلتها ايه، وهي بتدي نكهه ازاي للاكل. الكلام ده مش مثل السيدات بس، لا في رجاله كتير بتحب تعمل كده. شرفتونا وانا مبسوطه جدا، وان شاء الله يكون اللقاءات معانا تاني باذن الله. باذن الله. احنا سعداء جدا بحضراتكم فعلا. حلقتنا خلصت لكن موضوعنا عمرها ما بتخلص، وبرنامجنا طبعا كل اسبوع مع ضيف جديد وموضوع جديد بيهم كل المشاهدين. طبعا نتمنى من حضراتكم المشاهدين ان ما تنسوش مشاركه بالرسائل على صفحتنا كلمه في وصفه، وبالنسبه لاي استفسار بالنسبه للخلطه او المنتجات لشركه باب الشام موجوده ارقامهم على الشاشه. وبس احب اوضح بس كارت تهنئه للبشمهندس وليد الديب رئيس قطاع شركه مصر للطيران والخدمات الارضيه بمناسبه عيد ميلاده. كل سنه وهو طيب ودايما بخير وسلام ودايما في قلوب جميع العاملين في الشركه، واشوفكم على خير ان شاء الله يوم الثلاث في حلقه جديده.